النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي اوفد سياده اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه للخرطوم. التقى خلال الزياره بالفريق اول ركن عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السياده الانتقالي، والفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السياده قائد قوات الدعم السريع، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، والفريق اول ركن جمال عبد المجيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة لجمهورية السودان. وتناولت لقاءة السيد رئيس المخابرات العامة بالخرطوم ملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية ومستجدات ملف سد النهضة. السيد رئيس المخابرات العامة نقل للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومجددا التهنئة للسودان قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الاستقلال، ومؤكدا على حرص مصر المطلق لمواصلة دعمها للسودان الشقيق في كافة المجالات.